اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج مصر تنتخب، مش في الاستوديو المره دي، لكن احنا متواجدين في المؤتمر الجماهيري الثاني لاتحاد عمال مصر اللي بيقام قبل ايام بسيطه جدا من انطلاق الانتخابات الرئاسيه 2024. 4 أيام بتفصلنا عن تصويت المصريين بالخارج، يوم 1 و2 و3 ديسمبر، وأسبوعين تقريبا بيفصلونا عن الاقتراع في الداخل يوم 10 و11 و12، في انتخابات مهمة جدا. كل الانتخابات مهمة بكل تأكيد، أي انتخابات في العالم مهمة، لكن الانتخابات دي تحديدا عليها أمور كثيرة جدا متوقفة عليها. واحد من الملفات الأساسية اللي بنتكلم عنها باستمرار هو المشاركة الإيجابية، إنه حضرتك وانت موجود في البيت تستخدم صوتك اللي هو حق وفي نفس الوقت واجب دستوري. الإدلاء بالصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 هو مسألة مهمة جدا. مش صحيح انه التصويت مش هيفرق، مش صحيح انه النتيجة محسومة، وكل صوت النهاردة بيفرق، كل صوت النهاردة مؤثر، كل صوت النهاردة بيصنع فارق في النتيجة. واحد بقى من الفئات او من الشرائح اللي اهتمت بالفكرة دي جدا وركزت جدا على موضوع المشاركة هم عمال مصر، اللي مش هتكلم عن دورهم في التنمية ودورهم في البناء في كل المجالات، في الصناعة وفي الزراعة وفي الانتاج، العمال والفلاحين واللي بيشتغلوا في قطاعات كتير جدا مختلفة من البلد، الغزل والنسيج، الزراعة والري وغيرها، دورهم اساسي، دورهم محوري، حجر زاوية في اي مشروع وفي اي تطوير وفي اي بناء بيحصل في البلد. لكن فوق كل دودة النهاردة عندهم إحساس بالمسؤولية لافت جدا، وعندهم شعور وطني الحقيقة يستحق كل التحية والاحترام. كلهم موجودين هنا النهاردة جايين يرسلوا رسالة واحدة أساسية هي بالمشاركة، وجايين برضو يتكلموا عن رغبتهم ورؤيتهم في الرئيس القادم وأهم الملفات اللي عايزين تكون موضوع على الطاولة وتكون محل اهتمام ونظر في الفترة القادمة. اتفضل انزل يلا ده الموضوع كبير، سيبك من اللي بيقولوا ملناش لزوم، لو كان يهمك البلد تفضل بخير، خد كل بيتك مصر تستاهل. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا في برنامج مصر تنتخب الاستاذ محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، منورنا. اهلا وسهلا بيكم، انتم منورينا النهارده. الله يخليك. ده تاني مؤتمر جماهيري يعمله اتحاد عمال مصر، اول واحد كان من كام اسبوع وانا كنت موجوده برضو معاكم فيه. صحيح. بس كان قبل اعلان المرشحين بشكل نهائي. النهارده المؤتمر ده بعد اعلان بقى القائمه النهائيه وبدء الدعايه الانتخابيه، اولا عملتم المؤتمر ليه وازاي اختلف المشهد في المؤتمر ده عن المؤتمر الجماهيري الاول؟ والله سؤال، انا بشكرك على السؤال ده، لان فعلا الفتره اللي فاتت احنا لما عملنا المؤتمر كنا احنا في الاول من ناشد فخامة الرئيس بان هو ينزل ويترشح الانتخابات، وبعد ما ترشح عملنا شكر واحنا عملنا المؤتمر، وكان اول مؤتمر حاشد، يمكن احنا اللي ابتدت بعد كده المؤتمرات تاخد الشكل توالد بقى ينافس اللي احنا عملناه في اتحاد مصر. فانا بشكر طبعا عمال مصر، وده مش غريب عليهم ان هم دايما سباقين، ودايما يمكن في الفيلم الوثائقي اللي انا كنت عارضه النهاردة جايب من 48 قد ايه عمال مصر متبرعين بمليون وبعدين 2 مليون جنيه وبعدين متبرعين بمجهودهم مجهودهم الذاتي، وبعدين كمان اتبرعوا كمان في حادث صواريخ. كل ده عمال مصر كانت بتقوم بيه، فمش غريب على عمال مصر ان هم فعلا يبقوا مساندين للدوله المصريه، وفي الدستور برضو قاموا بدور كبير جدا. دي عمال مصر المسانده للدوله المصريه ومسانده للقياده السياسيه. التاريخ طويل، لو رجعنا للتاريخ نلاقي مشاركة عمال مصر في كل الأحداث الوطنية حاضرة، ده غير طبعا دورهم الكبير دلوقتي في عملية التنمية والبنى اللي بتشهدها البلد. بس برضو لافت نظري جدا الفرق بين المؤتمرين. المؤتمر الأول كان أعلنتم فيه دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ما يكون في أي مرشحين على الساحة. النهاردة القائمة النهائية معروفة، 4 مرشحين، وما زلتم تؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. الدعم ده لم يتغير؟ زاد. ليه بقى؟ لأن ما بين اللي حصل الأزمة بتاعت غزة أكدت بما لا يجل للشك ان ما لا ينفعش غير فخامة الرئيس، لان احنا عندنا قضايا امنية ما ينفعش غير قائد عسكري محنك كان يدير هذه المعركة.
ما اقنعتكوش بقيه البرامج الانتخابيه للمرشحين؟ لا طبعا، انا بقول بعدها زادت القناعه، لان كانت في ناس بتشكك، وانتوا بتجيبوا سلاح ليه؟ وانتوا هتحاربوا؟ وانتوا بتعملوا ليه كده؟ النهارده كان في بعد رؤيه مختلفه للقياده السياسيه، اكدت ان فعلا لا ده احنا عايزين اكتر من كده كمان. فزي ما انا قلت، ويمكن في مداخله في الاحتفاليه بتاعت فخامه الرئيس في غزه، انا كنت عامل مداخله وقلت له العافي ما فيش حد بياكل لقمته. صح، واحنا بنقتبس. كانت رساله قويه بالمناسبه، رساله قويه، ودي احنا اخذنا منها نماذج ان احنا لابد ان احنا يكون عندنا رؤيه. ورؤيه المستقبليه ما يبقاش الموضوع ان انت تاخدي قرارك وقتي. كل العالم فيه ازمات اقتصاديه، كل العالم فيه النهارده شايفه، كل العالم فيه اضطرابات اقتصاديه واضطرابات وحروب، ومصر مستهدفه. مصر مستهدفه من الجميع، تاكد بما يجل الشك ان مصر وقفت قصاد الجميع، وقفت قصاد حتى صفقه القرن اللي كان كله بيتهم الجميع. مصر اثبتت ان كل الكلام ده ليس له اساس من الصحه، بل بالعكس. احنا شفنا بعض رؤساء من الدول اللي تنتمي للبلاد الاسلاميه قالت احنا ممكن ندير غزه بعد كده مع القوة. مصر رفضت تهجير. كلام فخامه الرئيس في الخطاب الاخير كان واضح وقاطع، لا مجال للشك فيه، ان لا تهجير، مفيش صفقه، الارض المصريه خط احمر، وده عشان نحافظ على القضيه الفلسطينيه اللي هي قضيتنا في الاصل. سقطت الاقناع عن الجميع وبقت مصر قويه شامخه، وهي مصر اللي قدرت تعمل الهدنه النهارده وقدرت توصل لوقف اطلاق النار. عجباني قوي المصطلح او الجمله بتاعت القوي او العافي ما حدش ياكل لقمته، وعايزه اربطها بحاجتين. بالجزئيه اللي حضرتك اتكلمت فيها في الاول، انه في ناس بتقول طب بنجيب سلاح ليه؟ طب بنعمل كل التسليح وكل الاستعداد ده ليه؟ هل النهارده مصر عامله استراتيجيه مختلفه بتحافظ على السلام بالقوه؟ ده مش بالقوة بس حضرتك، انا كمان في تنويع سلاح. احنا بقينا الناس اللي بسطين، هو اللي بقينا النهارده بنبص على الدولة المصرية، لا ده انا منوع كمان السلاح بتاعي من المانيا ومن روسيا ومن فرنسا. ومحدش يبقى ماسكنا من ايد بتوجعنا، مالناش ايد بتوجعنا، من كل بلاد العالم، بل بالعكس احنا بنطور. وبالك والرئيس قال كلام كتير، احنا مش سياسيين ولا احنا يعني بنفهم قوي في الحاجات العسكرية، احنا مدنيين، فخلي كل واحد يفهم في الحته بتاعته. وهم القياده السياسيه عارفه بتعمل ايه. وانا عشان كده رجعت وقلت ما كانش ينفع بعد الاحداث والاضطرابات، عندك ليبيا، ليبيا في ليبيا قدامك في اضطرابات، وعندك السودان تحت، ودي كمان فوق كمان غزه حصل اضطراب شديد يهدد امن الدوله المصريه. كل ده لو انا واحد ما عندوش خلفيه مهبلك عسكريه هيقدر يدير، ممكن يدير الموضوع بشكل مختلف جدا، ممكن يديره مثلا بستكشف بفكر مع حدك بالعاطفة، او بشيء من الاندفاع انه يدخلنا في مغامرات غير محسوبة مثلا. وده اللي عمله فخامة الرئيس، عارف قد ايه تكلفة الحروب، وقاعد صامد لغاية اخر لحظة، بس لعب بالاتنين. ومش عايزين نقول ايه اللي حصل هناك على الحدود، انما عايزين نقول مفيش حد هيخش مصر الا للمساعدات تخش. ليك هدف تحققه بأسهل طريقة، من غير ما طريق دماء، من غير ما تدخل شعبك فيه. مين يعمل المعادلة دي ويتحمل هذا الضغط؟ أي واحد فينا قد ياخد قرار متهور. هنا في قيادة واعية، أو يكون مدفوع كمان بالضغط اللي هي حضرتك عارف احنا في موجة عالمية كده من الشعبوية، يعني فكرة يلا نروح نعمل كذا، يلا نروح مش عارف ايه. الكلام ده احيانا بينفع على السوشيال ميديا وبينفع على القهاوي، لكن في إدارة البلاد هل هو يصلح؟ لا يصلح. إنما خلينا نرجع، بس أنا عايز أرجعك لحتة تانية. فضل. أشد المعارضين لفخامة الرئيس طلعوا وقالوا احنا مع الرئيس في قرار أمن قومي، هنهزر. فهو القصة قصة ايه؟ أنا مش معاك في حتة وسايبك في حتة، يا معاك يا مش معاك. فده أنت اقتنعت إن أنا ليا مواقف وليا رؤية، تأكد إن الرؤية دي ساقطة.